استاذ خالد. ممكن دقيقه واحده؟ خير يا معلم. اتفضل معايا في المحل، في كلمتين كده عاوز اخد ودي معاك فيهم. لا معلش يا معلم مش هينفع، اصل عندي مشروع ولازم اخلصه النهارده. اتفضل قول. انا سامع. ماله براحتك. انا بقى وصلني موضوع كده بينك وبين الجدع اللي اسمه عنتر. عارف عنتر قال لي. عنتر قال لك؟ قال لك ايه؟ اهو قال لي وخلاص. على العموم انا ما خلصنيش اعمل في كده، قمت مشتري منه وسط الامانه وفي جيبي. والله مش مصدق اهو. هو الوصل فعلا. عد يا معلم. ايه دول؟ المبلغ المكتوب في الوصل وعلى داير مليم. اظن بقى معلم دلوقتي الوصل ما عدلوش اي لازمه ولا ايه؟ ها؟ بعنا الشبكه. بعتوها منكم لنفسكم كده؟ الله، مش الشبكه دي هديه العروسه؟ تبقى بتاعتي وانا بعتها. وهتعملي ايه بفلوسها يا خيبه املي؟ اديتها لخالد. نعم؟ ضحك عليك ابن اللواء؟ كلب عقلك حلاوه وخد فلوس الشبكه؟ طيب يا الفت، ان ما كنت اروح لامه من الصبح واقول لها اللي عمله محروس ابنها ما بقاش انا. اياك يا ماما، ده امر يخصني انا وخالد ومحدش ليه دعوه يتدخل فيه. بت، انت فاكره نفسك كبرتي عليا ولا ايه؟ طبعا كبرت وانا حره في شبكتي وفي حياتي كلها. كده يا الفت؟ طيب يا الفت، بتعملي فيا كده عشان ابوك اللي رايق التعبان ده؟ ان ما كنت اكلم اخوكي يجي يشوف حل في عمتك ده ما بقاش انا امك يا الفت. ايه في ايه؟ عمرو طلبه سلم نفسك. انا كنت هايل هايدي، ده مقال رهيب ومليان اتهامات خطيرة وكلها بأدلة وثائق، وده أقوى ما فيه. أنا هبعت المقال ده للمطبعة فورا وهخليهم يكبروا توقيع ميلينا جولدشتاين علشان كل القراء يعرفوا إن لا. هو إيه اللي لأ هايدي؟ خلاص ميلينا جولدشتاين ما بقاش ليها وجود. بمعنى؟ بمعنى إن ملهاش لازمة. خلاص المقال هينزل باسم الحقيقي هايدي. هايدي هاير. انت واثق من الكلام اللي بتقول عليه ده يا حنين؟ كل الثقة يا جنرال، وزي ما أمرت زرعت عين من عيوننا في مختاف وأكد لي الأمر وحكالي كل اللي حصل بين هايدي ورئيس التحرير. الوثائق دي لو اتنشرت تبقى كارثة. فضيحة، مصيبة مش هنقدر نستحملها. أوامرك جنرال. ما تتنشرش الوثائق دي، ما تتنشرش يا حنين. البروفات في المطبعة بالفعل. قلت ما تتنشرش وبأي تمن يا حنين. ما تنطف بسرعة شوية وزود الإضاءة هناك. في إيه يا جماعة؟ فاضل ساعات والشغل يبدأ. حاجة تقرف. حبيبي أنت خايفة ما تجيش؟ ما أقدرش أتأخر عنك يا رشاي. ما أنا عارفة. تعالى خد الشنطة دي وحطها في أوضتي الخاصة. رشيل أنا ما تتكلمش على الأقل لغاية ما تشوف المفاجأة اللي أنا محضرها لك. مفاجأة إيه؟ مفاجأة هتعجبك قوي.
ايه رايك بقى؟ بدله؟ احلى بدله في تل ابيب، عشان حبيبي يبقى احلى واحد في حفله الافتتاح. رشيل انا جيت علشان خاطر ما تزعليش، بس انا لازم اقعد اتكلم معاكي. مش النهارده، هنتكلم في كل اللي انت عايزه، بس مش النهارده، خلي النهارده ليا انا بس. انت عمال تبص لي كده ليه؟ مش مصدق انت مشيتي كده في الشارع؟ فيها ايه يعني، انا لابسه فستان عادي. الفستان عادي؟ انت اللي مش عاديه. مش للدرجه هدي. لا معلش للدرجه دي، لو عايزه نسال حد نسال. تعالي. لا عم احمد. نقى ايه؟ عم احمد. نعم يا ابني. بذمتك بقى النهارده ايه؟ لسه بقى زي القمر، ربنا يا ابني يخليكم لبعض. شفتي؟ شكرا يا عم احمد، شفتي؟ انا قلت لك. ايه؟ بحبك. لا قلت النهارده ليا وبس. الشاي مظبوط يا استاذ عادل. شكرا عم بدر. معقول يا عادل؟ بقى بعد ما رميت لك الدبله في وشك تروح لهم البيت وكمان تتحايل عليها ترجع لك؟ انا ما كنتش بتحايل عليها يا عصام، انا كنت بحاول اقنع باباها ان احنا نكتب الكتاب لغايه ما ربنا يسهل والنقل يمشي. وقال لك ايه البيه ابو سنيه؟ ما رضيش يسمعني. طب وسنيه؟ سنيه ما شفتهاش ولسه زعلان. انت يا ابني اللي جرالك بقيت واحد تاني غير اللي اعرفه. بحبها يا عصام. يغور الحب اللي بالشكل ده يا اخي. يا عادل انا خايف عليك، الحب اللي زي ده يهد ما يبنيش. لو كانت شرياك كانت وقفت جنبك وساعدتك بكل قوتها وعملت اي حاجه في الدنيا علشانك، لكن انا بقى شايف انها بايعاك، وانا مش هين عليا اشوفك بتشتري بالخساره. بيع وحط على قلبك حجر يا اخي، بيع وانت الكسبان. مش مساله مكسب وخساره يا فندم، لا اقل واجب ممكن تعمله مصر عشانكم. احنا بناخد اجراءاتنا في الموضوع ده، وكنت ناوي ابلغ سعادتك اول ما يصدر القرار على طول. يعني ممكن الفلوس ترجع لنا؟ مش الفلوس يا فندم، الوكالة هي اللي هترجع لكم. معقولة؟ عاد البيع لقيناه ضمن أوراق موريس، وحسب نص العقد انتوا دفعتوا نص المبلغ. احنا ممكن ندفع نص التاني؟ وده اللي هيحصل، وبعد شهر ان شاء الله هتستلموا الوكالة رسميا. ربنا يطمنك يا ابني. طيب استأذن انا علشان ما اضيعش وقتك. مع السلامة يا فندم. عمرو بخير. ربنا يطمنك يا ابني. اتعشم اني ما اكونش جيت في وقت غير مناسب خالص. شقتك بقت متوضبه وجميله قوي يا عايدي. ميرسي. مش هتروحي حفله الافتتاح؟ افتتاح ايه؟ معقول ما تعرفيش؟ برولا خدته بنت جديده، بيقولوا عليها سيده اعمال كبيره قوي. ولا كبيره ولا حاجه، دي بس حلوه وعندها دايره علاقات كبيره. ده انت جمعتي عنها معلومات بسرعه قوي. شغلتي. طب ما تيجي معايا الحفله. لا انا مش موت حفلات خالص، بس انا مستغربه ان ناس كتيره رايحه حفله الافتتاح دي. وليه لا؟ لان صاحبه البار شرقيه نص فرديم. طب كويس، دي فرصه عشان اثبت لك عكس اللي في مخك. اللي في مخي انا ولا اللي في مخكم انتوا؟ كل اللي رايحين الحفله النهارده بيجروا ورا الفلوس والعلاقات والاتصالات الكبيره، وعشان الاهداف دي بس ممكن ينسوا اي حاجه، حتى الحاجات اللي بيرفضوها وبيتعالوا عليها في الظروف العاديه. انت نفسك رايحه الحفله دي علشان رئيس الكنيسة موجود هناك، تقدري تنكري ده؟ هايدي ارحميني، مش معقول كده. ده انا زي امك يا هايدي. ماشي سوناتا، انا حاجي معاكي. الله، جديده جديده يا وليد، بقالي مده ما سمعتش نكت حلوه كده ابدا يا شاهين. قديمه وسمعتها قبل كده؟ لا، لكن مش ممكن تكون سمعتها بالنفس الحلو ده. يا ده انا اتاخرت قوي على ميعاد الدواء. اتاخرت على ايه؟ الساعه 9. بالنسبه لي اتاخرت، ولما اقول اتاخرت يبقى اتاخرت. امال الانسه مها فين؟ موجوده يا حبيبي. يا مها. مها في اوضتها بس نايمه، اصلها بتحب تنام بدري. يا خساره، اصل انا ليا صديق قابل في روسيا عمرو هناك بالصدفه. قابل عمرو حقيقي؟ طب احكي لي قابله فين وازاي؟ طب ما تصورش معاه؟ اهلا اهلا يا نسمة، انا سعيد قوي ان انا شفتك. احكي لي عن عمرو، صاحبك شافه فين وازاي؟ الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح يا ابني؟ طبعا صحيح. الله، هيكذب ليه؟ ده ابن ناس وشبعان، مش معقول يكذب ابدا. صحيح يا عمي، صحيح. ارجوك الله يخليك احكي لي عن عمرو كل حاجه. الحقيقه هو كويس جدا،
ده حتى هو ومراته عزموا صاحبي على العشاء. وعملوا ايه لما قلت لهم كده؟ الراجل ومراته فضلوا ساكتين ومساهمين زي ما يكون نزل عليهم سهم الله. اما مها بقى فقعدت تصرخ وتصوت وشتمتني. قلت لها يا كذاب يا سافل، انا مش مصدقه ولا كلمه. الله، امال استفدت ايه بقى؟ النزناز، النزناز اللي هيلعب في دماغها طول الليل ومش هيخليها تعرف تنام، وهي بتسال روحها يا ترى اتجوز فعلا ولا لا. طب وبعدين؟ مخها هيفضل يودي ويجيب واعصابها تتعب، وبعدين فجاه هوب تروح وقع. لا مستحيل، امر ما يعملش كده ابدا. ما ما حبيبتي اوعي تصدقي الكلام الفارغ اللي قاله الولد اللي اسمه وليد ده. انا عمري ما حبيته ولا اقتنعت بيه خالص. ولا انا يا بابا مقتنعه بكلامه. ايوه بس معنى انك بتعيطي ومنهاره كده يبقى في شك جواكي، عشان كده انا عايزك تتاكدي. هتاكد ازاي بس؟ اكتبي لعمر، اكتبي له واساليه، وانا واثق انه مش ممكن يكذب عليكي حتى في حاجه زي دي، حتى لو على رقبته. يلا يلا امسحي دموعك، هدي اعصابك كده ونامي يا حبيبتي. ما انا طبعا مش هعرف عمرو زي ما انت عارفاه، لكن انا برضو مربيه واثق وعارف انه راجل، وراجل بجد. صباح على خير يا حبيبتي. وحشتني قوي قوي قوي. برحب بكل ضيوفي النهارده في بار ريتش الجديد. وش جميل قوي كمان، وجديد جديد قوي في عالم البيزنس. الفترة دي ظهر فيها وجوه كتيرة قوي. عندك حق، عندك حق كمان. بعد حرب الأيام الستة دي المهاجرين الجداد دول غيروا خريطة إسرائيل الاقتصادية والاجتماعية كمان. أهلا أهلا، شرف كبير، شرف عظيم. أدون كير، أدون كهان، إن أنتوا تشرفونا. أهلا أهلا أدون جاكوب، أهلا بيك. أنت مدعو هنا؟ أنا صاحب مكان. عجيبة، لكن اللي عرفه إن أنتوا ممنوعين من ممارسة الأعمال الحرة. طبعا طبعا، أنا بحترم القانون جدا. أنا قصدي يعني إن أختي هي صاحبة البار. ريلي أدون جاكوب؟ فعلا، ويسعدني فعلا إن أنا أعرفكم. سعداء جدا ادون جاكوب. اتفضل اتفضل. ريتشي حبيبتي، احب اعرفك ادون بير وادون كهان اصحاب اكبر شركه للاستثمارات في سيتا. اهلا اهلا، تشرف عظيم. اهلا ريتشي، اهلا اهلا. طبعا عارفين ادون رفيق. مين ما يعرفوش ادون رفيق؟ وصديقته سينتيا. اهلا اهلا سينتيا، اهلا. يا ترى ايه اخبار مشروعات سينا؟ الاخبار اللي عندي هي نفس الاخبار اللي عندك ادون بير. ويا ترى هيكون لي دور في مشروعات سينا ادون رفيف؟ في سينا يمكن، لكن رفيف لا، مين عارف. شوفوا مين وصل. معقوله؟ ايه الشرف العظيم ده؟ كفرت فورد بنفسها قبلت عزومتي؟ الحقيقه دعوتك جت في وقتها، أنا وهايدي كنا محتاجين وقت للمرح. أكيد هتلاقوا منه هنا كتير، أكيد. جفرد فرد، أنا سعيد جدا إن أنا أشوفك هنا الليلة دي. ده أفضل شيء في حفلة الليلة. لا، الأفضل لسه ما بدأش. فرصة سعيدة. اتعرفتم بهايدي قبل كده؟ لا، بس أنا أعرفهم كويس.
واحنا كمان نعرف مدمازيل هايدي، بس مستغربين جدا ومندهشين انكم سوا. وليه لا؟ كل شيء ممكن، زي ما شركتكم بقت فجأة المستثمر الأول في سينا. وده ما كانش ممكن يحصل أبدا لو كنت أنا لسه في اللجنة الاقتصادية. وهو حصل جفيرت فيرد، وهو زي ما بتقول مدمازيل هايدي، كل شيء ممكن. خلاص بقى، كفاية كلام في الشغل، اتفضلوا. مطعم تتحرق، نعم مطعم تتحرق، مستحيل. مشي ده اكتشافي انا، فهمته وعرفته في مصر، واول ما جه اسرائيل صممت ان هو يشتغل معايا. انا اللي صممت طبعا يا حبيبتي. طبعا احنا واحد. هشتغل معاك ايه بقى؟ تحبي تشرحي له انت ولا بشرح له انا بعدين؟ بعدين. وانت شهادتك ايه يا مشاء؟ شهاده تجاره متوسطه، مش عارف في حاجه زيها هنا ولا لا. يعني ايه الشغل اللي ممكن يناسبك بالظبط؟ حضرتك عندك وظيفه ليه؟ يمكن. الشغل صعب قوي في اسرائيل في الفتره دي، خصوصا السنتين اللي فاتوا. عدد البطاله كترت والمهاجرين زادوا، باستثناء المزارع الجماعية. ما تشتغلش فيها ليه يا موشي؟ لا، موسى هيشتغل معايا وهنا. وهشتغل هنا ايه بقى؟ اشتغل اي حاجة تعجبك. عجيبة، في وسط البطلة دي كلها عندك عرض مفتوح. ظاهر انك حالة خاصة قوي يا موشي. وشكله مش هيبقى عرض واحد، شكلها هتبقى عروض كتير. بقول ايه؟ ما تيجي ترقص معايا. ما بعرفش ارقص. اعلمك، تعالى. ما قالك ما بيعرفش يرقص، وانا قلت هعلمه. في الحالة دي أبقى أنا أول. عاجبك أول يا موشي؟ أيوة. أنت عارفة بيفكرني بإيه؟ إيه؟ بشباب هاير. بتخيب لي صور؟ فين أصل الوثائق دي؟ راجلنا قلب الدنيا هناك يا جنرال، ملقاش غير الصور. أنتوا فاشلين. أكيد الجريدة مش هتنشر حاجة خلال الأسبوع ده، لأن هي مش هتصدر من الأساس. لكن الوثائق لسه عندها. هنتصرف يا جنرال، هنتصرف. المشكلة مش في النشر، المشكلة الوثائق دي وصلت لإيد هايدي إزاي؟ أكيد إيزاك. لا، احنا اتخلصنا منه. أيوة، بس هو كان عاوز يأمن نفسه، سرق الوثائق عشان تبقى سيف على رقبتنا لو حاولنا نأذيه. مش عارفة في إيه ده اللي الكل مهتم بيه كده، مجرد مهاجر شرقي. بس عنده كاريزما من نوع خاص. على إيه؟ أقول لك، تعالى تعالى نرقص. مش هينفع على شيء، هنا مش هحس اني بشتغل. طب بس جنبي. ولو ما ارتحتش؟ لو ما ارتحتش اقعدك كمان بنفسي هدور لك على شغلانه تانية خالص. قلت ايه؟ هفكر. بس خلينا ننزل نقعد شويه. لا طبعا، النظام في سينا من الان لازم يتغير. احنا درسنا كده في لجنه الامن الاسبوع اللي فات. دي مش صفقه كبيره ولا حاجه، شويه دبابات ومدافع للمدافع. مهما تسمع او تشوف، ما تحاولش تبلغنا او تتصل بينا باي وسيله من الوسائل. نفترض عرفت معلومات خطيره جدا. مهما كان يا موسى، مهما كان، المرحله الاولى في اسرائيل الهدف الاول منها انك تمد جذورك جوه المجتمع الاسرائيلي، تحوس ثقه كل اللي فيه. على فكره ممكن تتعرض لنوع من انواع الخداع او كمين عشان تعرف انتمائك الحقيقي. اشهر كمين من النوع ده ان تتعرض قدامك معلومات تبدو خطيره جدا، فتسمعها فتبلغنا بيها فتتكشف. عشان كده الفتره الاولى احنا بنسميها فتره نوم، يعني بتتعامل فيها زيك زي اي مهاجر جديد، تنسى تماما ان انت بتعمل نفسك. بتبقى عمليه صعبه جدا. عشان كده يا موسى لازم تفهم الهدف منها وتستوعبه وتقتنع بيه، ساعتها مش هتبقى صعبه ابدا. اتفقنا يا رشيد. يا حبيبي يا موسى، انا عايزه اروح. ليه يا هايدي؟ دي الحفله لسه في اولها. برضو عايزه اروح. زي ما انت عاوزه حبيبتي، يلا بينا. انا مبسوطه قوي يا موسى اننا هنفطر مع بعض على طول. ادي جاكوب. التحريات الخاصه اكدت ان كل شيء زي ما توقعت بالظبط. عرفتوا عنه كل حاجه؟ بالتاكيد. ادي جاكوب،
كده يبقى مصيره تحدد. الله 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 صدق. معقول يا فؤاد؟ احنا لما سمحنا ليعقوب يخرج بره كانت فكرة ممتازة. ايه بس خد بالك يعقوب ده بالسهل. انا عارف، انا وصلتني معلومات انه بيحوم حوالين عمرو، بس الهدف مش واضح لحد دلوقتي. لا ما هو لازم الهدف يكون واضح، والمصدر بتاعنا هناك لازم يبذل اقصى جهده عشان يعرف السبب في استهدافه. كدب يا ما كدب، عمرو مستحيل يعمل كده. الواد وليد ده كدب طول عمره، ده ابن عمي وانا عارفه كويس. وبعدين لو نفترض حتى ان عمرو عمل كده، ولو ان انا شايفه ان ده مستحيل زي ما عصام بيقول، تفتكري يعني هيعمل كده من ورانا من غير ما يقول لحد خالص؟ لا يمكن طبعا. امال الوليد يعمل كده ليه؟ عشان يقلقك ويربكك ويطير النوم من عينيكي ويحاول يشيل حب عمرو من جواكي بعد الشر. ايوه كده، لازم تتاكدي ان عمرو بيحبك وبيموت فيكي، ومش ممكن يبص لواحده ثانيه حتى لو كانت ملكه جمال. انا عارفه. شفتي يا ابني الحب الحقيقي؟ مش الست سنيه بتاعتك دي. مالها سنيه؟ مفيش، رميت لي الدبله، ويا اما اقعد في اسكندريه يا اما مفيش جواز خالص. وانت ما حاولتش تعقلها؟ انا سمعت كلام عصام. ثانيه لو بتحبني فعلا ما كانتش ربطت جوازنا بشرط زي ده، ولا اي شرط. الحب ملوش تمن غير الحب، حب وبس. عندك حق، بس وليد مش عايز يبطل يضايقني وانا مش عارفه اعمل ايه. وليد ده بقى خليه عليا. ما قال ايه تاني بس يا هايدي؟ الجريده كده هتتحجب كلها عن الظهور بعد اللي حصل الاسبوع اللي فات. انت عارفه خسائر المطبعه قربت من المليون شيكل، ودي خساره كبيره جدا. خلاص نطبع في مطبعه تانية، المهم ما نوقفش. انت فاكراها حاجه سهله كده؟ اصدار جريده محتاج مبالغ كبيره جدا، وطبعا شركه التامين عمرها ما هتصرف التعويضات قبل التحقيقات ما تنتهي. ومين عارف بقى التحقيقات دي ممكن تنتهي امتى. طب ما ناخد قرض من البنك او لا؟ قرض من البنك لا هايدي. هو ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع اني فهمت الرساله واستوعبت الدرس كويس جدا. درس؟ ايوه، الدرس اللي ادهولنا لما حاولنا ننشر مستندات مهمه زي دي. قصدك ان حريق المطبعه كان رساله من الجنرال. النهارده المطبعه، بكره محدش عارف مين، يمكن انا شخصيا. صور الوثائق فين؟ اختفت، وده ياكد اللي قلتهولك. هايدي، الحكمه بتقول ان احنا لازم نتوقف قبل فوات الاوان. خلاص توقفوا انتوا، انا ليا طريق تاني. اهلا 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 يا مشي، اتفضل يا حبيبي اتفضل. جريح، هو انا لازم استدعيك رسمي يعني علشان تيجي تزورني؟ يا ترى الاستدعاء بقى سببه ايه المره دي؟ انت مستعجل ولا ايه يا حبيبي؟ اصبر شويه وانت هتعرف كل حاجه. هزور بقى لحد امتى؟ شوف يا مشي يا حبيبي، انا بعمل عنك تحريات رسميه، بجمع عنك معلومات من ساعه لما وصلت هنا اسرائيل. ليه؟ القانون هنا كده، ومعرفتي القديمة الشخصية بيك ملهاش أي معنى ولا مسمى. لازم نبدأ من أول وجديد. علشان كده يا حبيبي احنا فتشنا الشنط اللي انت جيت بيها إسرائيل، فحصناها سنتي سنتي وبمنتهى الدقة. امتى ده؟ بكرة هتتعلم كل حاجة. هنا هنعلمك كل حاجة يا مشي. هنا فين؟ ما هي دي المفاجأة اللي أنا كنت شايلها لك. إيه رأيك يا مشي؟ وليه لأ؟ دي وظيفة أي حد في إسرائيل يتمناها. شرطة إيه يا رشيل؟ أنا عارف نفسي ما ينفعش في الشغلانة دي. أنت تنفع في أي حاجة، بس لو حطيت دماغك فيها. بتهيألك بس عشان أنت بتحبيني. ياه، طب ما أنت واخد بالك أهو. ما انا قلتلك يا ريتشي. لا وحياتك ما تقوليش حكايه الاخوات دي تاني. وبعدين ايه ريتشي دي؟ انا بحب اسمع رشيل منك انت بالذات. طب يا رشيل، احنا مش اتفقنا ان احنا نسيب الموضوع ده لوقته؟ وهو وقته ده مش هيجي ابدا. مين عارف يعني، ما فقدش الامل. قولي لي يا رشيل، ازاي قدرتي تعملي كل ده في الوقت القليل ده؟ بالفلوس اللي جبناها من مصر. فلوس ايه؟ فلوس كنا محوشينها انا ويعقوب، جينا عملنا بيها مشروع صغير كبر بسرعه، باتصالاته واتصالاتي لحد ما قدرت اشتري البارده. يعني انتوا شركاء هنا؟ البار باسمي انا لوحدي، يعقوب ما يقدرش يبقى شريك في اي مشروع مالي لان وظيفته بتمنعه من ده. يعني الاستثمار الصغير لما بدأ باسمك انت؟ بالظبط، وممكن بعد كده يبقى باسمنا احنا الاثنين.
حصل؟ الساعة كام؟ الساعة 7، وأنا جيت لك مرتين قبل كده والبواب قال لي إنك هنا، لكن خبطته وما حدش فتح لي. معلش، أصل سهرت طول الليل أنا الواد طارق. قعدت ليه؟ أنت مش هتحترم نفسك وتبطل حركاتك التافهة دي؟ حركات إيه؟ أنا عايز أفهم إيه الكذبة الحقيرة اللي قلتها لماها وقالتها دي؟ دي مش كذبة. لا كذبة، ولو الدنيا كلها اتغشت فيك أنا مش هتخدع فيك لحظة واحدة. أوكي، كذبت، وإيه يعني؟ كل حاجة مشروعة بقى، في الحرب وفي الحب. ودول الاتنين سوا. طيب ما دام أنت حلو كده يبقى تروح يا شاطر لمها وتقول لها إنها كذبة. إيه؟ ده بعينك. ما هو يا كده يا خليك ما تنفعش للجواز ولا لمها ولا لغيرها. مش هتقدر تعمل لي حاجة، أنا ابن عم. تحب تجرب؟ الله، وأنت مالك يا أخي؟ ما تخليك في حالك وتسيبني في حالي أنا كمان. إحنا هنعيده تاني ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ في الأول ما كانش في حد موافق، دلوقتي بقى أمها مرحبة على الآخر، وأبوها مكبر دماغه. أمها أنت سمعت كلامي ولا لأ؟ سمعته. يبقى تنفذه بالحرف الواحد، مفهوم؟ يعني إيه ما وصلتوش لأصل الوثائق؟ ده إحنا أقوى جهاز أمن في إسرائيل كلها. إحنا فتشنا شقة مدمزيل هايدي شبر شبر، ما لقيناش أي ورقة، وكثفنا عليها المراقبة ليل نهار، ما وصلناش لأي حاجة. يبقى أكيد محتفظة بالوثائق دي بأي حسابات بنك أو خزنة أمانات. أنا عايزك تعمل تحرياتك عن أي حسابات أو خزن في أي مكان في إسرائيل باسم هايدي أو إيزاك، أو أي شقة باسم حد منهم هما الاثنين في يافا، في حيفا، أي حتة في إسرائيل، فاهم؟ أوامرك يا جنرال. إذا ما وصلناش لحاجة مش هيبقى قدامي غير مواجهة هايدي أيا كانت النتائج. يا فؤاد، أنت لسه بتفكر في موضوع عمرو ده؟ لسه. طب أنا أعتقد إن القسم الفني ممكن يقلده خط عمرو وأسلوبه في جواب ينفي بيه جواز الوهمي. هو ممكن، بس تأثير الجواب ده مش هيكون بالقوة اللي تقنع خطيبته. والله دي وجهة نظري، معرفش بقى إيه الحل من وجهة نظرك أنت. أنا بفكر في ضربة مزدوجة. نعم، دي بقى ميزة التفاصيل الصغيرة. أنا نفسي أعرف إيه اللي بدور عليه بكل الاهتمام ده. أنا بدور على تاريخ عيد ميلاد. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. وأنت طيبة يا حبيبتي. ها، هتجيب لي إيه بقى في عيد ميلادك؟ نعم، هو الحالة اتقلب ولا إيه؟ مين اللي المفروض يجيب لي مين؟ وماله يا حبيبي؟ إحنا من ساعة كده ما حبينا بعض واحنا بنعمل كده حاجات محدش يتوقعها. المهم ان احنا مقتنعين باللي احنا بنعمله، والاهم بقى ان احنا مقتنعين ببعض. يا سلام، عصفورين والله. يا رب يا رب، وعد بالحب ده كله يا رب. عاوز يا عنتر؟ انا مش عايز حاجة يا ابن اللوة، انا بس بحب اتفرج على الحب والهيام. اصل حب العيال ده. احترم نفسك ياض. ولا مؤاخذة، قصدي حب الشباب، الشباب الجماعي، حاجة كده تختلف عن حب ثانوي. يلا يا خالد يلا. خايفة مني ليه يا ست الكل؟ أنا صحيح على قد حالي بس ما بقعدش، وجدع كسيب وعجبك، كلها سنتين تلاتة وهلعب بالفلوس لعب قبل حتى ما المحروس خطيبك ياخد شهادته. هتسيبنا في حالنا ولا أعلمك الأدب؟ عندك حق يا ابن الأكابر، ما هو خلاص خلصت حاجتي من جارتي وبقينا كلاب عايز تأدبها وتربيها. حسبي أرثي. 5% دي كنت باخدها زمان اول ما ابتديت، وده بس عشان اعمل اسم في السوق، لكن دلوقتي مش ممكن اوافق باقل من 20%. 20% كتير قوي ريتشي، احنا ممكن نقدر ندفع 10% ده مقابل العقد كله. خلاص، دور على حد يجيبهولك بال10% بتوعك دول. عن اذنكم. استني بس يا عزيزتي ريتشي، الكلام اخد وعطى. عند ريتشي اخد بس. لكن أدون جاكوب كان وعدنا إنه ممكن يقدر يقنعك، يعني إنك تاخدي 15% ده بالكتير. وبتضيع وقتك معايا ليه؟ ما تروح له يخلص لك الحكاية. لا يا ريتشي، احنا عايزينك انت يا ستي وحندفع لك ال 20%. أوكي؟ خلاص، دلوقتي نقدر نتكلم في التفاصيل. انت حر يا حبيبي، انت حر، بس خليك فاكر كويس قوي ان انا عرضت عليك وظيفة يحلم بيها اي مهاجر جديد لاسرائيل وانت رفضت. ما ترجعش تندم بقى. معلش بقى جاكو، واضح ان انا مش هنفع في الشغلانة دي. بالعكس، انت عندك كاريزما انا شفتها بنفسي هنا وفي مصر، اللي زيك
ينفع تمام لشغلتنا دي. انت الناس بتحبك بسرعة وبتثق فيك أسرع وأسرع. وبعد كده أخون الثقة دي وأروح أبلغ عنهم، مش كده؟ لا يا حبيبي مش كده، لأنك ساعتها هتبقى واحد من أمن إسرائيل. أمن إسرائيل يعلو فوق كل شيء، فوق الأفكار والأفراد. عشان أمن إسرائيل بنضحي بأي شيء في الدنيا. عشان كده يا جاكوب أنا منفعش. يا خسارة يا حبيبي. إزيك يا مشير؟ أهلا سنتيا، منورة النهاردة. سنتيا دايما منورة. أكيد يا دور رفيف. أنا النهاردة مصر أرقص معاك، إيه رأيك؟ المهم رأي دور رفيف. لا أنا موافق، موافق جدا، مادام معاك أنت مشير. مش قلت لك حبيبي؟ يلا مشير. مدموزيل هايدي، بلغتنا اخبار غير ساره خالص. اخبار ايه؟ انك انت بتدور على جريده تانية تنشر مقالاتك بعد جريده مختاف ما توافق. في الحقيقه الموضوع ده شد انتباهنا جدا، خلانا كده نفكر في مشروع كبير كنا مأجلينه من زمان. ايوه، مشروع جورنال. ولو طبيعه مقالاتك اتغيرت احنا ممكن. لا لا، طبيعة مقالاتي هتتغير، ولا أنا هتغير، ولا أنتوا هتتغيروا، لأنكم طبيعة مجسمة كده للفساد اللي حاربته وحافظة لحاربه طول عمري. الفساد؟ أيوة الفساد يا أدون بيير، أنت وأدون كهان. الفساد اللي خلاكوا فجأة أكبر مستثمرين في سينا كلها. تحبوا أقول لكم مين شريككم في كده ولا؟